السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخ، جوزي واخواته، زوجي مش جو مش جوزي، زوج اسمه زوجي مش جوز، زوج. زوجي واخواته شغلهم مع بعض. فمرة كنت معاه وكان بيجيب بضاعة، فصاحبة البضاعة قالت له أنا هنزل لك عشان خاطر مراتك المرة دي معك، هنزل لك ألف. نزلت لي يعني مبلغ من البضاعة، من ثمن البضاعة، وكتبت الفاتورة بنفس السعر عشان اخواته، قالت له المبلغ ده ليك انت. لزوجتك كنت انت معاه؟ انا كنت معاه. اكرمتك بمبلغ، قالت هذه الفلوس لزوجتك اول مره تشرفنا. خلاص اذا كان كده خلاص بس كتبت الفاتورة بنفس السعر. ما فيش مشكله، ما هي اعطتك الفلوس من معها. تمام، نفس السعر، معلش عفوا، تاني. نفس السعر المنخفض ولا المرتفع؟ كتبت الفاتورة بالسعر المرتفع. نفس، يعني اعطتك المبلغ هديه منها لك، بس هي يعني قلت له خصمت عشان خاطر نفس. زوجتك هذه المرة خذ هذه الفلوس. ايوه بس يعني هو خصمتها، هو طبعا فلوس باقية بس هي خصمتها مثلا يعني من الفلوس مش يعني. مشكلة، ما عينت قالت هذه الفلوس لزوجتك أول مرة ايوه زرنا. ايوه كده ماشي. تمام.